تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لأنكم أغلى ما نملك، ولأن صحتكم تهمنا وتسعدنا، ها نحن نطل عليكم من جديد من خلال برنامجنا الإذاعي اليومي صحة وسعادة، الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أصبح عليكم أعزائي المستمعين وأنقل لكم تحيات معد البرنامج الأستاذ يوسف السيد ومخرجنا المبدع نمر محمد، وسنتواصل معكم خلال هذه الساعة أنا محدثتكم آمنة آل علي وزميلي عبد الله جمعة. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا. صباح الخير عبد الله. مرحبا، صباح النور اختي آمنة، مستمعين الأعزاء نصبح عليكم في برنامجكم اليومي لداعي الصحة وسعادة، ومثل ما وعدناكم مستمعينا الأعزاء بأنكم بتسمعون صوت الأخت آمنة العلي وموجودة معاكم اليوم، ونتمنى لها إن شاء الله كل التوفيق. اختي آمنة، خل نذكر مستمعينا الأعزاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما مستمعينا لابد أنكم تكونون حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا نذكركم بموضوع لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأيضا لا تنسون دائما غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. خلنا اختيامنا نستعرض مع مستمعينا الأعزاء فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما عندنا أخبار محلية وعالمية وعناوين الأخبار لهذا اليوم. أول عنوان: العلماء يطورون جهازا يتتبع النوم وأيضا يتلاعب بأحلام الناس، وبنعرف أكثر عن هذا الخبر. وعندنا خبر آخر: سر انجذاب البعوض إلى دم الإنسان. وآخر خبر: كم عدد الأعضاء في جسم الإنسان. ودائما مستمعينا الأعزاء عندنا فقرة السوشيال ميديا، واليوم عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، خدمات عيادة الصحة النفسية، وأيضا عندنا فقرة التغذية وفقرة صحة الطفل. هاي مستمعين الأعزاء كل فقراتنا لهذا اليوم متنوعة، وأيضا دائما من خلال برنامج صحة وسعادة مستمعين الأعزاء نذكركم بأرقام التواصل معنا على الأرقام 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، ومع آمنة آل علي وأخبارنا لهذا اليوم. خبرنا اليوم يقول أن العلماء يطورون جهاز يتتبع النوم ويتلاعب بأحلام الناس. ادعى العلماء أنهم قادرون على التلاعب بأحلام النائمين بجعلهم يتخيلون موضوعات معينة على غرار أحلام اليقظة، واستخدم الباحثون تقنية تسمى حضانة الحلم المستهدف TDI لتحقيق ذلك. ويستخدم جهاز حضانة الحلم المستهدف مرحلة نوم مبكرة تعرف باسم الهلوسة التنويمية لتشكيل ما يحلم به النائم بوعي. وتشكل الهلوسة التنويمية المرحلة الأولى من النوم، تشبه مرحلة نوم حركة العين السريعة من حيث الموجات الدماغية والخبرة، ومع ذلك لا يزال بإمكان النائمين سماع الصوت أثناء التنويم المغناطيسي. نعم، أيضا أختي آمنة أنا قريت الحقيقة يعني مقالة بنفس الموضوع، أنه يعني ممكن أن الإنسان يختار الحلم اللي يحتاج اللي يبى يحلمه، يعني إذا كان يبى يحلم حلم حلو ومفرح ممكن، وإذا كان يعني أي نوع من الأحلام ممكن أنه أيضا بإمكان أنه يختار. فمثل ما قالت الأخت آمنة آل علي بأن الجهاز هذا بيكون يعني يتتبع النوم وأيضا يتم اختيار أنواع الأحلام، فالله المستعان. ناخذ خبرنا الثاني أختي آمنة. ولدينا خبر آخر يحمل علامة استفهام مهمة، وهي
كم عدد الأعضاء في جسم الإنسان؟ أخوي عبد الله كم عدد الأعضاء؟ والله اليوم أنا الحقيقة طرحت هذا السؤال في البرودكاست ويتني كثير من الإجابات وأغلب الإجابات يعني صحيحة اللي هي 78 عضو ونسمع منك أكثر تفاصيل في هذا الخبر اختيامنا. نعم، سعت البشرية إلى فهم الأحشاء بداخلنا منذ العصور القديمة. نعم. وقد تكون المخطوطات الطبية التي عثر عليها في مقبرة صينية قديمة هي أقدم كتابات تشريحية معروفة عن جسم الإنسان. وبعد آلاف السنين هل نعرف كم عدد الأعضاء في جسم الإنسان؟ توضح ليزا ام جيلي الأستاذة المساعدة في قسم الخلية وبيولوجيا النمو في كلية الطب بجامعة كولورادو أن الأعضاء عبارة عن مجموعات من الأنسجة التي تعمل معا لتحقيق هدف مشترك. وقالت دي لايف ساينس يمكن لجسم الإنسان أن يعيش بدون الكثير من الأعضاء الأخرى أو استبدال البعض منها، ولفتت إلى أن عدد أعضاء جسم الإنسان هو 78 عضو. نعم، ومستمعينا من بعد عدد الأعضاء في جسم الإنسان عرفتوا أنه 78 عضو. ناخذ اختيامنا معاك فقرة سوشيال ميديا وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسماء الجناح. اختي أسماء صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليك وعلى أختامنا وعلى جميع مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور والسعادة. ناخذ جولة بالإشاءة الأخرى في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن كنا حاطين بعض النصائح الجميلة، كان صادف يوم العالمي لغسل اليدين، وصادف يوم العالمي للغذاء، وصادف يوم شهر التوعيه. فشهر أكتوبر بشكل عام يكون فيه حافل بالأيام الصحية العالمية. صحيح، ايضا يعني فكان في وايد نصائح نتمنى من الجميع ان يدخلون حساباتنا ويشوفون هاي النصائح، من ضمنها الغذاء الصحي وتعزيز مناعه الجسم. وايد وصلنا يعني اسئله ان شو اكل هذا، ولا هل الاكل يزيد المناعه ولا يقلل المناعه. بس نحن نحب ناكد على معلومه ان الغذاء الصحي والنمط الحياه الصحي المستمر هو اللي يعزز المناعه. يعني ما في شيء انا باكله اليوم خلاص يعني مناعتي 100%، فهو يعني لازم يكون نمط حياة صحي هو اللي راح يعزز المناعة. فوايد أسئلة تكون غالبة عن المناعة، فحبينا ننوه صح في أغذية تعزز المناعة، لكن إذا كلتها بس يعني كلتها مرة واحدة ما بتسوي شيء. أيضا من ضمن الأشياء نحن مستمرين في الحملات الميدانية في المدارس الخاصة بدبي لنشر الوعي حول الطرق الوقاية من كوفيد 19، والحملات هاي كلها مستمرة تقريبا من شهر، ومستمرين نحن من مدرسة لمدرسة نحاول نعزز الثقافة هاي لدى الأطفال. أيضا من ضمن الأشياء المهمة منصاتنا، منصات كوفيد، المراكز اللي تقدم المخصصة فقط للكوفيد عندنا في المراكز التجارية، مول الإمارات، مدرسة سنتر ودير سنتر، وأيضا هناك خمس مراكز أخرى اللي هي ميناء صيادين حمرية، ميناء جميرة، وأيضا مدرسة الراشدية، ونادي شباب الأهلي دبي، ونادي النصر. يعني هذول كلهم ممكن يحجزون عليهم كلهم من خلال تطبيق هيئة الصحة دبي، بس اللي عليهم يفتحون التطبيق يشوفون وين أنسب لهم حتى مع المراكز الصحية. ونأكد بعد أن يعني هاي من الأشياء اللي حطيناها في قناة التواصل الاجتماعي وأكدنا عليها، أن لازم الواحد يوم يروح أي مركز صحي أنه يكون عنده موعد مسبق. نعم. تقريبا هاي من الأشياء اللي نحن كنا تكلمنا عنها في قناة التواصل الاجتماعي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، ومن بعد فقرة السوشيال ميديا بناخذ معاكم هاي الفاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله عندنا فقرة خدمات هيئة الصحة، وبنتعرف على خدمات عيادة الصحة النفسية بهيئة الصحة بدبي. خلكم يانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعين من خلال برنامج صحة وسعادة نذكركم بأرقام التواصل على 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وفقرات خدمات هيئة الصحة بدبي، مستمعينا قبل أيام بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي وافق 10 أكتوبر من كل عام، أكدت منظمة الصحة العالمية على تعزيز وأهمية الصحة النفسية وخاصة في ظل ما طرأ على حياتنا من تغيرات وأنماط حياة مختلفة، وهذا طبعا بالتحديد ما تدركه هيئة الصحة بدبي، وهي تتبنى دائما منظومة رعاية صحية متكاملة بما فيها الصحة النفسية التي خصصت أيضا في هيئة الصحة بدبي لها أقسام وعيادات متطورة. يسعدنا اليوم مستمعينا للحديث عن هذا الموضوع المهم مع الدكتور مهدي العبودي أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. دكتور مهدي صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. الله يحييك دكتور مهدي. طبعا مثل ما ذكرنا بأن الجانب النفسي أو خدمة الصحة النفسية يعتبر جزء مهم جدا كيعني خدمات علاجية أو برنامج علاجي متكامل للمتعاملين. حابين في الحقيقة دكتور في البداية تعرفنا إلى يعني توصيف الصحة النفسية. أولا كصحة نفسية هو إحساس الشخص بأنه حالته النفسية، مثلا الإحساس بالإيجابية، الإحساس بالاستقرار، الإحساس بالأمان، الإحساس بعدم القلق، إنه هو يحس بهاي الأمور كذا إنه هو يكون حاله مستقرة، ما يؤدي إلى مثلا بعض الإشكالات النفسية اللي تؤدي إلى أن الشخص يقلق بشكل مستمر ويكتئب وكذا. وهذه الأمور، هاي الأمراض النفسية ممكن تأثر عليه من ناحية صحية ومن ناحية إنه هو كإنتاجية، إنه شخص ما يبغي يروح العمل، ما يبغي يقعد مع أهله، ما يبغي يأكل، ما يهتم بصحته بمظهره، وما يهتم بنظافته بشكل عام. وهذا صحيح. وأيضا دكتور مهدي طبعا يعني في ظل الظروف الحالية ويعني الكل يمر الحقيقة لضغوطات، يعني إن كانت يعني ضغوطات العمل، ضغوطات البيت، ضغوطات يعني كثيرة موجودة في حياة الإنسان إنه ممكن هو يتعرض لها. فلو تحدثنا دكتور من جانب يعني أغلب المشاكل النفسية اللي يتعرض لها الإنسان في هذا العصر. هو مع هذه الأمراض بشكل عام كانت موجودة، لكن مع بداية الجائحة والأزمة الصحية العالمية زادت بعض الحالات عن سابقة، كمثال حالات القلق، حالات الاكتئاب، حالات اللي هو فقدان الأمل، الوسواس القهري وكذا. فهذه في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه تكون في زيادة كبيرة من هاي الحالات من بين المجتمع وأيضا من بين اللي يشتغلون في خطوط الدفاع الأولية من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والأطباء والممرضين والممرضات والموظفين بشكل عام. وهذا صحيح. نعم دكتور، بس حبينا نعرف هل ضروري أن الشخص يوم يحس بأي أعراض مثل القلق أو التوتر في حياته أنه يتجه إلى عيادات الطب النفسي في كل مشكلة؟ هو مش ضروري يروح للعيادات الطب النفسي، هي العيادات الصحة الأولية اللي يكون فيها طبيب الأسرة ممكن يتعامل مع بعض هذه الحالات من ناحية اللي هو أخذ المعلومات، مثلا محاولة اللي هو طمأنة الشخص انه هو الامور هذه يعني مؤقتة وكذا، اعطاء بعض مثلا التمارين وبعض الممارسات الصحية اللي تساعده يتعدى هاي الامور وكذا. فقط اذا كان الطبيب الاسرة او الطبيب اللي هي الموجود في المراكز الصحية الاولية يشوف او انه يرى انه ممكن الشخص هذا يحتاج الى علاج مكثف او الى علاج
أكثر ومتطور، ممكن يحوله إلى عيادة الطب النفسي أو عيادة اللي هو المعالج النفسي أيضا. نعم دكتور مهدي، أيضا يعني في نفس الحديث عن يعني ثقافة اليوم، أتوقع أنها مفروض أن يعني تكون الثقافة واضحة عند الشخص، أنه يعني ما يحتاج أنه ينتظر أن تستوي عنده مشكلة تتطور المشكلة، فلا بد أنه يعني في البداية يلجأ إلى يعني استشارات نفسية. ولكن يعني دكتور خلينا نتكلم بكل شفافية، أتوقع أن في بعض الناس يعني تخجل أنها يعني تتصل لطبيب نفسي أو يعني تأخذ موعد لطبيب نفسي بحكم أنه يقولون يعني مثلا هذا عنده مشكلة نفسية، لأن الحقيقة مرات الواحد يعني يوصل إلى مراحل متقدمة في موضوع القلق والاكتئاب والأشياء هاي، ومو بلازم يعني بالضروري أن الشخص لازم يصير عند طبيب أنه يكتب له أدوية، هي مجرد يعني يعني استشارات نفسية. فلو تحدثنا دكتور في هذا الجانب، أنه يعني كيف تشجع الواحد إذا حس أنه عنده مشكلة نفسية أنه يلجأ للطبيب، على أساس أنه في البداية يتم حل المشكلة هاي ويتداركها يعني من البداية. صحيح، في اللي هو المشكلة الأولية اللي هي نظرة المجتمع للشخص اللي يعاني من مشاكل نفسية. صحيح، هذا تجنبه أنه مثلا يسعى إلى مثلا أن الشخص يساعده أو يسعى إلى علاج أو الاستشارات، لكن لازم نحن نشوف للموضوع أن الأمراض أو المشاكل النفسية مثلها مثل أي مرض ثاني. صحيح، مثل اللي يعاني من السكر، مثل اللي يعاني من الضغط، مثل اللي يعاني من أي التهاب، مثل اللي يعاني من أي ألم. فمثل ما للجسد له مشاكل وله عاهاته وآلامه، الروح والنفس بعد لها نفس هاي الأمور. أول شيء أنه نحن نبتعد عن النظرة اللي هي السلبية إذا الشخص يعاني من مشكلة نفسية، وهذا أولا. ثانيا، في الفترة الأخيرة لاحظنا أن في اتجاه في المجتمع إلى الاستشارات النفسية لما يحسون بهم شوية عندهم ضغوطات. صحيح، مقارنة بالأوقات الماضية، فصار في مثلا تثقيف أكثر، في قبول نعم الموضوع هذا، لأن شافوا أن مش مع الجائحة مو بهم الوحيدين اللي قاعدين يعانون من هاي الموضوع، لكن بشكل قسم كبير جدا من المجتمع قاعد يعاني من هاي الأمور، من أهل الضغوطات وكذا وهذا والقلق. فصار عندهم أنه هو مثلا غيري يعاني، أنا عاني، فلان يعاني وكذا وكذا. صحيح، فشافوا أن هذا أن الاستشارات ما فيها أي عيب، ما فيها أي نظرة سلبية. صحيح. النقطة الثالثة، إذا الشخص كان مثلا لا زال يحس أنه هو مثلا يستحي أو مثلا يخجل أن الناس تشوف الموضوع هذا، لما يراجع العيادات الصحية عيادات الصحة الأولية، هو يقول أنا رايح العيادة ما رايح عند الطبيب النفسي، فنحن ممكن نحن نقدم له استشارات نفسية في العيادة. صحيح، بدون ما الناس تعرف أنه هو كان يراجع مثلا عيادة نفسية وكذا، وهذا جانب مهم جدا دكتور بعد. نعم صحيح، فنحن كعيادات صحة أولية ممكن نحن نقدم هاي الاستشارات، ممكن نقدم بعض الأمور في هالحالة. صحيح. النقطة الأخيرة، في اللي هي الاستشارات عبر الهاتف عندنا عن طريق الهيئة موجودة، فإذا الشخص مثلا يقول أنا ما أبغى يصير العيادة بعدين مثلا لازم أخذ ورقة للعمل وكذا وكذا، ما أبغى الناس تعرفه، ممكن الاستشارة تكون عن طريق الهاتف. فالاستشارة عن طريق الهاتف يكون هو له خصوصية، له مثلا الناس ما تسأل وين رايح وين جاي وكذا، ممكن يقول خلاص أنا عندي مكالمة مهمة لمدة نص ساعة ساعة وكذا، برجع لكم بعد شوية، فتكون هذه الاستشارة. وهذا ممتاز دكتور. أيضا في جانب يعني مهم جدا، يعني لو توافقني الرأي، اللي هو تخوف الناس من يعني الذهاب إلى الطبيب النفسي بحكم أنه ممكن أنه يكتب له بعض الأدوية، والأدوية هاي ممكن أنه يعني تم خلاص يعني طول الفترة يستخدمها، حتى لو يعني يعني لفترة بسيطة. فلو تحدثنا في هاي التحديات اللي ممكن تواجهونها من بعض الناس، أو بعض المخاوف اللي موجود، يقول لك والله أنا ما بصير عند طبيب نفسي، أخاف أنه يكتب لي أدوية وأنا ما أخذ أدوية، علما بأن يعني الطبيب النفسي ممكن أن يكون يعني فقط يعني نقاش وحديث ومعرفة المشكلة والدعم دعم ونصائح وما شابه ذلك. هنا ففي هاي الحالة في نوعين من العلاجات مثل ما ذكرت، في العلاج اللي هو علاج نفسي، وفي علاج للأمراض النفسية بالأدوية.
إذا صحيح. دخلنا اللي هو بالعلاج النفسي، هني الشخص مثلا يا يعني يقعد مع الطبيب، طبيب الأسرة، أو يقعد مع المعالج النفسي، أو يقعد مع الطبيب النفسي، ويكون علاجه عن طريق اللي هو الانفتاح، يتكلم بالمشكلة، يحاول معرفة شو أصل المشكلة وكيف تجنب اللي هي إن المشكلة هاي تسبب له هاي الأمور النفسية وهذا. فيكون مثلا تمرين، يكون مثلا مناقشات وكذا تصير من الطرفين وهذا. إذا انتقلنا للي هو الموضوع اللي هو العلاج بالأدوية، لازم نحن ننظر للفرق بين الأمراض النفسية التي تتأثر على اللي هي المزاج بشكل عام، والاكتئاب والقلق وهاي الأمور. هاي عادة تكون بشكل مؤقت لسبب مر بظرف معين، مر مثلا بحالة معينة، صار له مثلا ظرف معين في حياته وكذا، فهاي تحتاج شكل مؤقت. ممكن الشخص ياخذ أدوية خفيفة حسب رؤية الطبيب لفترة مؤقتة مع مراجعات مستمرة، بعدين يقررون مثلا كيفية اللي هو التقليل، وبعدين توقف الأدوية. ولازم نفرق بين هذا وبين الأمراض النفسية الثانية اللي هي الأمراض اللي تؤثر على الشخص نفسه، مثلا الانفصام وغيره وغيره. هذه مشاكل أخرى، هذه علاجاتها تكون علاجات مزمنة، فلازم يعرف أنه فرق بين هذين الحالتين. وعدل معظم الأشخاص اللي يراجعون العيادات النفسية يعانون من ضغوطات، يعانون من اللي هي القلق والاكتئاب لأسباب معينة، وتكون علاجاتهم مؤقتة إن شاء الله. صحيح. فمثل ما ذكرت الدكتور مهدي، بضرورة يعني أن الواحد لابد أنه يعني يفرق بين مثل ما تفضل دكتور المعالج النفسي والطبيب النفسي. المعالج النفسي اللي نحن نعرفه دائما أنه ممكن أنت تجلس معه وتتحدث معه عن الأمور اللي أنت يعني تواجهها خلال اليوم أو في حياتك، وتسمع من المعالج النفسي كل الدعم والنصائح و يعني والتعزيز وما شابه ذلك، وليس بالضرورة دائما أن تحتاج إلى أدوية. دكتور مهدي، لو تحدثنا عن كيفية التعامل أيضا عندكم في يعني الرعاية الصحية الأولية بخصوص موضوع الحالات اللي تصل إلى العيادة. أولا هم مثلا إذا وصلوا للعيادة معظمهم يكون مثلا شوية مثلا يخجل أو يستحي أن يقول أنه عنده مشكلة نفسية. صحيح. مثلا مع جلسته مع الطبيب أخذ المعلومات تدريجيا، بعدين شوي يبدأ هو يعطيك مثلا شو المشاكل اللي معه، شو اللي قاعد يحس فيه، شو اللي قاعد يصير فيه وهذا. فهني من واجب الطبيب الاستماع للمريض، للشخص المراجع، أنه هي شو المشكلة، لأن هي أصلا المشكلة كلها أنه ممكن هذا الشخص أو المراجع ما عنده شخص يروح عنده يتكلم معه، ما عنده شخص يستمع للمشكلة بدون ما يحكم عليه. فنحن كواجبنا كأطباء أن نحن نستمع للمراجع بدون ما نحكم عليه، مع تقديم النصائح. صحيح. لما يبدأ هالموضوع نحن نقدر المشكلة هذه ممكن علاجها تدريجيا بالكلام، ونعطيه موعد مراجعات وكذا على سبيل العيادة ويتكلم معنا. إذا مثلا شفنا لا يحتاج مثلا علاج مكثف عن طريق أخصائي طب نفسي، العيادة نحن عندنا مثلا في الهيئة مخصصة في مراكز صحية الأولية عيادة صحة نفسية مرتين في الشهر، ممكن نحن نحولهم للطبيب النفسي ويقعد مع الطبيب النفسي ويأخذ عنه المعلومات، والطبيب النفسي يقرر هل يحتاج أدوية أم ما يحتاج أدوية، هل يحتاج مراجعات زيادة أم لا. نعم. دكتور مهدي العبودي، أخصائي طب أسرة بهيئة الصحة بدبي، دكتور كل الشكر والتقدير لك. شكرا. العفو. أهلا وسهلا. شكرا. مستمعينا الأعزاء، بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل مصطلحنا الطبي لهذا اليوم أمراض السبيل التنفسي مع الأخت آمنة العلي. خلكم ويانا مستمعينا الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعينا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ونرحب باتصالاتكم على الأرقام 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم أمراض السبيل التنفسي. أمراض السبيل التنفسي هي أمراض تصيب المسالك التنفسية وتشمل الممرات الأنفية، القصبات الهوائية والرئتين، وهي تتراوح بين العدوى الحادة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب القصبات، والحالات المزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن. ويعاني 235 مليون شخص في العالم من الربو و64 مليون من الانسداد الرئوي المزمن. وتكمن المخاطر في العديد من المؤثرات، ومنها التدخين وتلوث الهواء والحساسية من أي مؤثرات خارجية أخرى. نعم، اختئامنا من بعد مصطلحنا الطبي لهذا اليوم، ناخذ معاش فقرة التغذية ومتلازمة تكيس المبايض. نعم خوي عبد الله، متلازمة تكيس المبايض هي اضطراب هرموني وإحدى المشكلات الشائعة بين النساء في سن الإنجاب. وللتعامل الصحيح مع هذه المشكلة هناك نصائح وإرشادات صحية علمية تحدثنا عنها أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عبير عبد الله. أهلا فيك أستاذة عبير. أهلا، صباح الخير. صباح النور والسرور أستاذة أهلا. عبير، ممكن تعطينا فكرة سريعة عن مشكلة تكيس المبايض؟ هو أن تكيس المبايض مثل ما قلتي اضطراب هرموني عادة عند النساء أو البنات في سن الإنجاب، بيسبب لهم كثير اضطرابات منها السمنة، مشاكل بالبشرة، بتساقط الشعر، وأحيانا بالخصوبة. نعم أوكي، فهو يعني بالنسبة للغذاء ما بيكون سبب رئيسي لا يصير هذا المرض، ما أثبتت الدراسات هالشي، بس كثير بيساعد بالغذاء أو النظام الغذائي الصحي بتحسين أعراض هاي المتلازمة أو الحد من المخاطر، هم أعراض الجانبية اللي بيأثرها. نعم، يعني أستاذة للتغذية دور يعني في علاج تكيس المبايض، تقدرين تقولين هالكلام؟ هو ما له علاقة يعني فيها، بس بيأثر على الأعراض الجانبية اللي بيأثرها، يعني مثلا السمنة، في تتحكمي بالسمنة، كثير منهم بيصير عندهم شيء اسمه مقاومة هرمون الإنسولين واللي بيأثر على مستويات السكر بالدم، فالنظام الغذائي بيساعد إنه نقلل من هاي المقاومة للإنسولين، بيساعد إنه ننزل الوزن إذا كان في زيادة بالوزن. نعم، فبيصير في مثل تحكم أكثر بالأعراض. نعم، يعني هل هناك مثلا أستاذة برنامج غذائي محدد للحد من هاي المشكلة، وكيف يتوافق هذا البرنامج العلاجي الذي يصفه الطبيب المتخصص؟ يعني ممكن تعطونهم برنامج غذائي يحد من مشكلة تكيس المبايض؟ هل احنا بنعطيهم مثل ما قلت لك برنامج غذائي كتير بيساعدهم بانه يساعدهم يخففوا من الاثار اللي بسبب تكيس المبايض. الطبيب طبعا بيعطيهم ادويه او هرمونات لا تحل المشكله. النظام الغذائي عاده هو نظام غذائي صحي، كتير صار في دراسات اثبتت انه بشكل رئيسي بيساعد اهم شيء على نزول الوزن وتعديل مقاومه الانسولين. نعم. هيك بده يكون النظام الغذائي مؤلف من نظام كما قلنا غذائي صحي، بدنا نبتعد عن السكريات، الحلويات، كل شيء فيه سكر، السكر المكرر. عادة تكون مصادر النشويات من مصادر نشويات صحية غنية بالألياف مثل البقوليات، الحبوب الكاملة، يعني إذا مثلا بيأكلوا خبز أبيض يتحولوا على الخبز الأسمر، الرز الأبيض يتحولوا على الرز الأسمر. بدنا نستخدم كمان، يحاولوا يبتعدوا عن الدهون. نعم. خاصة الدهون المشبعة أو المشبعة، يعني الموجودة باللحوم الحمراء، بالسمن أو أي شيء دهن جامد، يعني مش سائل، سمن، زبدة، كل أنواع الدهون. يحاول ياخذ مصادر دهون من دهون صحية أو الغير مشبعة، موجودة كتير بالأسماك أكثر شيء مثل سالمون، تونة، سردين، كلها فيها، بس طبعا ما نقليها. يعني في برنامج غذائي يعني مثلا متكامل، تقدرين أنت أستاذة عبير تقولين أن هذا البرنامج يناسب اللي عندها تكيس مبايض؟ يعني مثل ما قلنا بيكون منخفض الدهون. نعم. نبتعد عن السكريات، غني بالألياف والدهون الغير مشبعة، يعني الدهون اللي موجودة بالمصادر الطبيعية مثل ما قلنا الأسماك، المكسرات، بس مش محمصة، تكون المكسرات النية لأنه الدهون بتكون فيها مفيدة، إذا تحمصت بتصير دهون غير مفيدة. نعم. وتجنب أهم شيء الأطعمة المصنعة، يعني اللحوم المصنعة مثل الهوت دوغ، السوسج، هاي الأشياء، الأجبان المصنعة زيادة، الأجبان الصفراء،
دائما يخلي الأكل أكثر طبيعي. نعم، يعني تقدرين تقولين بشكل عام أنه يكون الأكل أكل صحي، وهو الأكل الصحي هو اللي يساعد في علاج هاي المشكلة؟ بيساعد، أثبتت دراسات كثير بيساعد، لأنه أساساً بيخفض الوزن وبيخفض مقاومة الإنسولين، فكتير بيساعد بتحسن الآثار الجانبية لهذه المتلازمة. نعم نعم. أستاذة عبير، نصيحة تقدرين تقدمينها للي يعني للنساء اللي عندهم تكيس مبايض بخصوص موضوع الغذاء؟ مثل ما قلنا غذاء صحي ومتكامل، مثل ما هو الغذاء الصحي لأي حدا كتير بيساعد، والنشاط الرياضي كتير بيساعدهم إنه يخفف من الأعراض أو يحسن مستوى الهرمونات. دائما بيكون يعني دراسات بتقول إنه المرضى اللي بيكونوا على يعني ما عندهم نشاط رياضي أبدا، إذا بدوا نشاط رياضي تقريبا نص ساعة على 45 دقيقة لليوم كتير بتتحسن الآثار الجانبية وبتتحسن مستويات الهرمونات عندهم. نعم، دائما أهم شيء نظام صحي، غذائي صحي ونشاط رياضي، إن شاء الله يكونوا بخير إن شاء الله. شكرا أستاذة عبير عبد الله، أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، شاكرين تواجد. شكرا كثير. واختئامنا من بعد فقرة التغذية إلى فقرتنا الثانية صحة الطفل. مستمعينا، دائما موضوع مرض الربو يعني من الأمراض المزمنة، ويتسم بحدوث طبعا نوبات متكررة من عسر التنفس، وتختلف شدتها من شخص لآخر، وتظهر أعراضه عدة مرات في اليوم أو في الأسبوع لدى الأفراد وأيضا المصابين به، وبالنسبة لبعض الناس تصبح أسوأ أثناء ممارسة النشاط البدني. مستمعينا، للحديث عن هذا الموضوع وتفاصيله أيضا معنا اليوم الدكتورة مريم عبد الرحمن، أخصائي طب أطفال بهيئة الصحة بدبي. دكتورة مريم، صبحت الله بالخير والعافية. هلا، صباح النور. مرحبا دكتورة مريم. مثل ما تحدثنا يعني في البداية بأن يعني الربو ممكن أن يصيب الأطفال ويصيب أيضا الكبار، الربو أكثر الأمراض دكتورة يعني شيوعا بين الأطفال مثل ما تذكر يعني أو تقول منظمة الصحة العالمية، فكيف تختلف بدايات الإصابة دكتورة بهذا المرض يعني عند الأطفال والكبار؟ نعم صحيح، يعني هو صراحة المرض ما في اختلاف وايد بين الكبار والصغار، هو مرض مزمن يصيب الجهاز التنفسي يعني الرئتين والقصبات الهوائية، وينتج عنه التهاب وتضيق في الممرات الهوائية، وهذا الشيء يمنع الهواء أن يوصل للشعب الهوائية، وله نوبات متكررة منها ضيق بالتنفس مع صفير يعني يسمع يعني هذا في سواء الطفل ولا الكبير يعني البالغ. نعم دكتورة، أيضا يعني نحن دائما نذكر بخصوص موضوع الكشف المبكر يعني لأي نوع من أنواع الأمراض، والهدف منها دائما يعني معرفة الأعراض أو معرفة المرض في يعني وقته المبكر، على أساس أنه يعني يتم العلاج بشكل أفضل والنتائج أيضا تكون يعني بشكل أفضل. دكتورة، لو تحدثينا عن يعني كيف يتم، دكتورة لو عفوا إذا أنت حاطة السماعة يا ريت لو تشلين لأن الصوت شوي مش واضح عندنا. إن شاء الله. ألو. هي نعم. نعم. فلو تحدثينا دكتورة عن يعني أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض للعلاج، وكيف ممكن يتم الحد من مخاطره أيضا. نعم، هو الكشف المبكر يعني شيء بسيط جدا يعني ومفيد يعني في كل الحالات في كل الأمراض غير عن الربو. يعني الربو أساسا هو يكون تشخيصه سريري، يعني إن على نشوف الأعراض، تاريخ المرضي، تكرار ومسببات للربو، ونبتدي في العلاج المناسب يعني للطفل أو الكبير يعني في الحالة. وفي بعد نشوف بعد عن أسباب حدوث الربو، في منها بعض العوامل الوراثية والعوامل البيئية، ومنها العوامل البيئية منها تلوث الهواء بدخان السيارات. يعني بالنسبة للتشخيص يعني ممكن نسوي اللي هو نشيك على وظيفة الرئة،
من ناحية أنه نشوف التنفس عند الطفل أو الكبير يعني. وهو نستعمل جهاز السبايروميتر اللي هو جهاز يقيس مدى انقباض الشعب الهوائية إذا تم من خلاله قياس كمية الهواء اللي تطلع مع الزفير يعني. ومن الاختبارات اللي ممكن نسويها بعد هي تحاليل الدم حق الحساسيات. نعم دكتورة. دكتورة ممكن تخبرينا ما هي الأعراض المبدئية للربو اللي يجب على الوالدين الانتباه إليها؟ مثلا أنا كأم أو أستاذ عبد الله كأب، كيف يقدر أنه يعرف أنه يميز بين الربو وبين مثلا أي أزمة تنفسية أخرى تمر بالطفل؟ الأعراض تبين عنا في كضيق في النفس، كحة مستمرة يعني مصاحبة للبلغم، وصوت صفير يعني، ومنها تتراوح بين بسيطة وحادة إلى شديدة. في الشديدة تكون صعوبة النفس أكثر وتحس إن الطفل تعبان أكثر، وفي صعوبة كلام يعني ما يقدر يتكلم يعني الطفل. وفي بعد يكون في جهد أكثر للتنفس، فتلقى مثل هو إن الطفل ما تحرك بس إنه يلهث يعني نفسه سريع، دقات قلبه سريعة، فمهنية محتاج العلاج يعني العلاج سريع يعني. نعم صحيح. دكتورة أيضا يعني من الأشياء اللي حابين إحنا نسمعها معك بخصوص موضوع يعني الربو، طبعا أكيد هناك عيادات متخصصة في هيئة الصحة بدبي لهاي المشكلة، لو تحدثينا دكتورة يعني العيادات اللي توفر هاي الخدمة، وأيضا يعني البرامج اللي يعني يتم وضعها للحد أيضا من انتشار الربو بين الأطفال. حاليا نحن عندنا في مستشفى دبي عيادة متخصصة لأمراض الربو. نستقبل الأطفال اللي مشخصين يعني إن عندهم ربو، ويشافون في العيادة كل ثلاثة بعد الظهر يعني مع الأطباء المتخصصين اللي موجودين عندنا في قسم الأطفال. بعد عندنا في مستشفى لطيفة في تخصص الأطباء المتخصصين بالجهاز التنفسي يعني، وهم بعد يستقبلون الحالات يعني حالات الربو وأمراض ثانية الجهاز التنفسي. في العيادات عندنا نشوف الأطفال يعني شو أنواع الربو اللي هم يشتكون منها. في عندنا نوع يعني مثل الخفيف المتقطع اللي أعراضه خفيفة. صحيح. اللي يكون يعني مثلا أعراض كحة، ضيق تنفس مرتين في الأسبوع يعني، أو اللي خفيف مستمر اللي يكون مثلا يوميا يعني أو مرة في اليوم في الأسبوع يعني. وفي المعتدل المستمر يعني تكون الأعراض يوميا وأكثر من ليلة في الشهر. وفي الشديد المستمر اللي الأعراض دائما متواجدة طول اليوم وغالبا تبين في الليل. هنا الطبيب المعالج لازم يحدد الهدف من العلاج اللي هو الوصول إلى مرحلة استقرار المرض وتقليل عدد النوبات واستخدام عدد أقل من وسعات الشعب الهوائية. وأهم شيء في العلاج عندنا يعني أن استمرار الطفل في ممارسة حياته الطبيعية، سواء يعني من نشاط لعب خاصة المدرسة يعني، على أساس ما يفوت عليه شيء من التعليم يعني. صحيح. أتوقع دكتورة أيضا يعني اللي ممكن يعني يسبب لكم أنتوا يعني الفريق الطبي المعالج أو حتى للأم أو للأب في موضوع الربو مع الأطفال، هناك كثير من التحديات اللي ممكن يعني تحصل بحكم أنه يعني طفل، ومثل ما ذكرت أنت دكتورة أنه يحتاج أنه يعني يتبع يعني برنامج يعني وقائي خلال اليوم حسب حالة الطفل، لو تحدثينا دكتورة عن التحديات اللي تواجهكم في مثل هاي الأمور. هي التحديات اللي تواجهنا أساسا هي التثقيف يعني، التثقيف الأهل. صحيح. إذا كان في سن يعني ممكن يفهم الأعراض ويفهم يعني كيف إنه يبتدي علاج بنفسه يعني. فأول شيء تثقيف يعني من ناحية المرض، إنزين إنه هو شو كيف يبتدي المرض، شو المسببات، شو المهيجات اللي يتعرض لها، ويحاول على قد ما يقدر يعني أو إن الأهل يعني يبتعدون عن هاي المهيجات يعني. صحيح.
والناحية الثانية إن نبتدي العلاج بأسرع وقت ممكن، يعني على أساس إن كل ما بدينا بسرعة كل ما كان استجابة أسرع وتكون يهدى النفس عنده أسرع. بعد في منها الأشياء اللي لازم يعني ننتبه لها يعني في البيت، إن نستغني عن الحين عن السجاد الزوال، يعني نستغني عنه في البيت يعني. وبالنسبة للستاير، بالنسبة للفرش السرير، يعني دائما لازم يعني يتنظف ينغسل يتعرض للشمس. صحيح. بالنسبة بالنسبة بعد الحيوانات الأليفة في البيت لازم بعد نستغني عنها، نستغني بعد عن البخور والدخون والعطور القوية. وبعد نطالب الأهل يعني إذا كان في حد يدخن سجائر يعني يبتعد، يعني أو إن بالأحسن الأهل يعني أو الوالد أو الوالدة يقطعون التدخين بالمرة، يعني منها فايدة للأهل وفايدة للطفل بعد نفسه. من ناحية بعد اللي لازم نأكد عليه على الأهل يعني طريقة استخدام الأدوية، الجرعات لازم تكون يعني مناسبة لسن الطفل الوزن الطفل. بعد من ناحية بعد لازم المواظبة على الأدوية الوقائية والمواظبة بعد على زيارة الطبيب المعالج على أساس أن يكون نفصل العلاج يعني للطفل، وديان يعني زيد له الأدوية أو نخففها بعد، يعني أنه ما في داعي أن يستمر على الأدوية إذا هو حالته استقرت. نعم نعم، شاكرين لك دكتورة مريم هذه النصايح المفيدة، وشاكرين تواجدت معانا اليوم. شكرا بعد، أنا استانست وياكم، أشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتورة مريم عبد الرحمن أخصائي طب الأطفال في هيئة الصحة بدبي، حدثتنا اليوم عن أزمة الربو عند الأطفال. وفي ختام حلقتنا نذكركم أعزائي المستمعين بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19، كما نشكر لكم حسن متابعتكم لنا، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم. والشكر موصول لمعد البرنامج السيد يوسف حسن، ولكل الشكر لإذاعة نور دبي ولمخرجنا المبدع نمر محمد، ودمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.